الحرمين تعتبر عيد لنا منطقة حايل، وهذا يعتبر فرح لأهل المنطقة بالكامل. يا هلا ومسهلا ويا هلا ومليون هلا بجيد خادم الحرمين. لا شك أنه زيارة الملك سلمان هي من الأشياء التي تسعد جميع سكان منطقة حايل، وشيء يثلج الصدر. فأهلا وسهلا بمليكنا الغالي في مدينة حايل يا بعد حي. سعيدين جدا بزيارة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وحفظه، وبإذن الله تكون زيارة جميلة، وحنا نقول أهل حايل سعيدين بهذه الزيارة. كلنا عيال سلمان والله يحييه، وحنا عيال سلمان وعلى عيني وعلى راسي. تشرف بزيارة خادم الحرمين الشريفين في منطقة حايل. احنا مبسوطين كبنات المملكة تحديدا حائل في زيارة أبونا وحبيبنا الملك سلمان، جدا سعيدين في وجوده، والحمد لله انه صار لنا الشرف انه يزورنا في مكاننا. في النهاية ما نقدر نقول له فيه اهلا وسهلا فيك يا بعد حي. لنا الشرف صراحة بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أطال الله بعمره لمنطقة حايل، والله يجعلها ان شاء الله زيارة خير وبركة على هذه المنطقة وتكرر ان شاء الله اكثر من مرة. لو علمت الدار بقدوم مولاي خادم الحرمين الشريفين زارت فرحا وابتهاجا، نتمنى له طيب الإقامة في مدينة حايل. اهلا وسهلا بخادم الحرمين الشريفين. أهل حايل يتشرفون وتتشرف جبالها وسهولها وهضابها وأوديتها وشعابها بخادم الحرمين الشريفين ربان هذا المركب وقائده، نتمنى له طيب الإقامة وطول العمر والسلامة دائما. أحب بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وإن شاء الله تكون الزيارة تحمل كثير من البشائر وافتتاح مشاريع وتطوير المنطقة.